الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وموالاه. أسرة الفقيد اهدأوا. وأصدقائه وأبناء أصدقائه. مصطفى هذا وقت المروءة، هذا وقت الإيمان، هذا وقت الاحتساب. ما من أحد فقد عزيزا عليه إلا وتقطع قلبه حزنا، وكم منهم كان مستعدا أن يحشر معه في قبره، ولكن ماشي هذه هي سنة الله ورسوله، سنة الله ورسوله التي أنزلها لكي نعيش بها أفراحنا وأحزاننا وأحوالنا كلها، لأنه هذه واحد اللحظة ديال الخشوع، هذه اللحظة ديال الخشوع. قال صلى الله عليه وسلم لما فقد إبراهيم ابنه العزيز عليه، قال العين تدمع والقلب يخشى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا ماشي وقت اللي تبدأوا تقولوا شي كلام ماشي هو هذا. احنا ما كنعترضوش على الله ديالكم شي حاجة، هذا غير ربكم، ما هو ملك ديال الله، هذا عبدون من عباد الله، أعطاه لكم واحد المدة تمتعتيو به، جاء الوقت باش يسترجع الوديعة ديالو. اش غتقولوا الله سبحانه وتعالى؟ رضينا. اش قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. طبعا بقى فينا الحال، بقى فينا الحال كاملين، بقى فينا الحال كاملين. وانتم هذا والولاد واصحاب ولاده انتم عايشين معاه وكتمتعوا بالطيبوبه ديالو والكرم ديالو، احنا غير اصدقاء ديالو وتعرفنا عليه غير في هذه السنوات الاخيره، ووجدنا فيه مغربيا فريدا. شهد الله مغربي، راه انا العائله ديالي ماتوا ما حضرش الجنازه ديالهم. لا اله الا الله. العائله ديالي ماتوا لي ثلاثه ديال الناس من العائله ديالي هاد الكوفيد ما حضرش الجنازه ديالهم، ولكن ملي سمعت السي المعاشي طبقت المواعيد اللي كانت عندي وجيت باش نحضر الجنازه ديالو. علاش؟ لانه اثر فينا في هذه المده القصيره التي تعرفنا فيها عليه. هذا ماشي رجل كان عالما أتاه الله العلم، لا، كان رجلا بسيطا ولا يدعي علما، ولم يكن يدعي فقها، ولم يكن يدعي شيئا، ولكنه كان رجلا مسلما صالحا مقيما لدينه، وربما لم يسبق أن رأت عيناي مثله في الكرم والإحسان مما علمت وكنت موضوعه، ومما عرفته بعد أن جئنا إلى هذا المكان. هذا رجل ميسور يسر الله له، ولكنه لم يكن كبعض الميسورين الذين يبخلون بما آتاهم الله، وربما يعطون زكاة أموالهم أو لا يعطونها. هذا كان يكرم أصدقائه حتى كيدبزوا معه، يقولوا له بركة بركة، أنا دبزت معه، دبزت معه على هذا الكرم ديالو الذي ما رأيت مثله في المغرب. أنا نقول لكم من مواطن عادي بسيط، وكان بحال اللي كيحكي السي الجسني كيسوق الكاميو ويديه للمناطق البعيدة ويوزع على الناس الأغطية وربما أشياء أخرى بلا ما يقول لهم شكون هما كاع، ما كيديروا إشهار لجمعية ولا لحزب ولا لأي شيء. هادشي أنا ما كنتش كنعرف، ولا إني
جاني عادي بالنسبه لهذا الرجل. وهذه الكرامه الاخوان يتصف به الله، هذه صفه من اسم من صفات الله، فهو الكريم. وهذا الرجل كان كريما، وكانوا الناس كياكلوا عنده وما تيخلصوش وتيسمح لهم تيمشيو في حالتهم. هذا الرجل ايها الاخوه الكرام احاط به قدر الله. شكون اللي كان كيقول السي معاشي غادي يموت؟ شكون تيجي عندي للدار ويدخل طويل، سبحان من خلقه، جميل، في صحه تامه كامله وعافيه، تقول انت غنموت انا عشرات المرات عادي يموت هو. لكن قدر الله، واحد اللحظه اللي ما ردش البال يعني طاح في واحد الجحر في لافيزيت تكنيك، وبعد بضع ساعات داموا للامانه امنته. شنقول الله سبحانه وتعالى؟ وهو كان رجلا مرحا، كل شيء تضحك به، كل شيء تضحك معه، ولا يبالي، ما يذكر لك شي حاجه كيديرها، ما يذكر لك. وحنا فينا شويه الحرص، تنقول له السي الحاج رد البال كذا، حنا كنخافوا عليه وعلى بالسات، تقول لا ما تخافش، لا ان شاء الله كل شيء مزيان بسبب الله كذا، هذه هضرته. اليوم الاخوان هذا السيد ملي تيموت حنا ما كناش نعرفوه، تعرفنا عليه في السنوات الاخيره بما فيهم يعني اخوان حتى اللي كيعرفوا ربما ما تيتكلموش على اكثر من 10 سنوات. ظهر منه هذا الخير كله، كيذكرنا بواحد الحقيقه هذه اللحظه هذه اللي حنا فيها، وهي ان الموت ماشي غير هو مصير ديالنا كاملين، ماشي غير هو قريب فقط، ولكن كذلك يمكن ان يكون فجائيا وغير منتظر ولسبب ولغير سبب. وشنو معنى هذا الشيء؟ معنى هذا الشيء انه كنتذكروا حنا هذه الدعوه اللي جمعتنا النهار الاول الاخوان المحترمين، الا كتسمعوني ما نقولكمش انا عييت وانا كنتكلم معاكم، ولا عييت وانا كنتكلم مع العائله ديالي. من نهار اللي تلاقيت هاد الاخوان والتزمت معاهم في 76 وانا هذا هو شغالي، ادعو وادعو وادعو على قدر المستطاع، على قدر ما علمني الله، على قدر ما اتاني من ايمان، على قدر ما يسر لي من العمل. انا منتبه اننا سنموت، ومنتبه اننا سوف نبعث، ومنتبه اننا سوف نحاسب. كنقول ماشي معناه انه انا راني كندير شي حاجه مزيانه ليه، كنحاول داكشي عندي عيان بكل صراحه، ولكن كنقول وربما شي واحد فيكم يسمع. اش غيسمع؟ يسمع ويتذكر شنو هو اللي جمعنا النهار الاول الاخوان المحترمين يا ابناء الحركه الاسلاميه، ان يتذكر ان هذا الامر الذي اجتمعنا عليه هو امر الله، ماشي اجتمعنا باش نوليو ميسورين. وعندنا الاموال وعندنا المناصب، وهذا الى جاب الله سبحانه وتعالى شي باس ما كاين. وين راه ماشي هذا الشيء جينا النهار الاول، النهار الاول فاش تلاقينا اللي حرك فينا هذا الشيء، حركوا فينا محبه الله، حركتوا فينا محبه الاسلام، حركتوا فينا محبه القران الكريم. وهو هذا الشيء هذا اللي باش خلى واحد العدد ديال الناس منا الى ما لقيتي فيه الخير من هذا الجهه تلقاه فيه من هذا الجهه، يا اما كيوقف مع الموتى، يا اما كيوقف مع المرضى، يا اما كيوقف مع الفقراء والمحتاجين، يا اما على الاقل يمسك شره عن الناس، على الاقل يمسك شره عن الناس ويسر لنا الله سبحانه وتعالى وفتح لنا الابواب وعملنا في العمل الثقافي والاجتماعي والسياسي. ولكن ما خصناش نتبدلوا، ماشي كنقول عييت وما نقول لكم، راه ما كنقول لكمش ما تاكلوا ما تشربوا، ما تنقول لكمش ما تاخذوش المناصب الى جابها الله سبحانه وتعالى، ما نقول لكمش ما تستافدوش من الامتيازات، كنقول لكم ماشي على هذا الشيء جيتيو، كاين شي حاجه سابقه هذا الشيء، اللي سابق هذا الشيء هو هذا، هذا السيد هذا اللي لقاه مع هاد الناس باش ظهر فيه هذا الخير اللي لا مثيل له، انا كنشهد على هذا الشيء امام الله. هاد الكرم ديال هاد السيد عمرني ما شفتو، ونقول لكم
وما كانش كريم معي انا ولا مع الاصدقاء ديالو، كان كريم مع واحد العدد ديال الناس ومع الفقراء والمساكين، ولا جا شي واحد على شي مريض ولا الى اخره. ما بغيناش نهضروا هذا الشيء دون ان نزكي على الله، دون ان نزكي على الله. على هذا الشيء جينا باش نعاودوا ننشروا هذه القيم اللي كاينه هي في الاصل في المغرب، في المغاربه. المغاربه راه ناس مزيانين، المغاربه فيهم الخير، المغاربه فيهم الايمان. المغاربه شي مرات ما كيلقاوش في مدينتي، وخصهم يلقاوكم نتوما. نتوما خصكم الى قلتيو الكلمه توفيو بها، نتوما خصكم الى عطيتيو العهد توفيو به، ولا عقدتيو العقد توفيو به. نتوما خصكم تكونوا الاولين في الخير وتكونوا الاخرين في الشر. ما انتهتش المعركه، لم تنتهي. والعمل السياسي هو غير شي بركه، المهم هو هادشي اللي كتنشروا من الخير في المجتمع. اذا كنتو باقيين كتنشروه، الى وليتو مشغولين بريوسكم وبعيالاتكم وبديوركم وبالفراشات ديالكم وبولادكم، مزيان تشغلوا بهم، ولكن ماشي هما الاولين، كاين قبل منهم سبقهم. الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. هذا هو الثمن اللي غيعطيكم الله سبحانه وتعالى، الثمن اللي غيعطيكم الله سبحانه وتعالى. بعتيوا له بالمقابل الاموال ديالكم والانفس ديالكم. واش غنتعظوا الاخوان ولا لا بد حتى ندفينا بعضنا، وفي كل مره نرجع الى ما كنا فيه. انتبهوا، الله يجزيكم بخير. اخونا هذا نحن رغم اننا حزانا غايه الحزن، انا اعلمني صديق له ولي بوفاته، جدي اصبح ما شاء الله على هذا الخبر، حتى انني لم اصدق في البدايه. هذاك الصديق ديالي عنده واحد الاخ ديالو مريض، ظنيته هو غير يقول لي الوفاه ديالو، واذا به علمني بالوفاه ديال السيوس اللي مراه مشى عند الله. حنا واخا حزانه حنا مطمئنين انه ان شاء الله ربي سيحسن استقباله. ان شاء الله كما قلنا دون ان نزكي على الله، ولكن شهدنا بما علمنا بلا ما نهضروا على الصلاه ديالو والصيام ديالو والفجر ديالو وكل شيء ديالو. الحمد لله الاخوان راه شاهدين على هذا الشيء، وتيعرفوه كانوا جيرانه وعايشين معه، واللطف ديالو مع الاسر ومع الاولاد ومع كل شيء تيبكي عليه، كل شيء تيبكي عليه. ها هو ان شاء الله عند الله. مع ذلك نحن نرجو ربنا عز وجل الذي يرى مقامنا ووقفتنا بين يديه، ظاهر ذلنا بين يدي عزته. دابا حنا باين القضيه، ما عندناش باش ندعو الاخ ديالنا، جبناه رغم معزته جميعا درناه في التراب وسنولي الى بيوتنا. اذا الان لسان حالنا يقول لربنا يا ربي ما قادرينش ننفعوا صاحبنا، ما قادرينش، ولكن كنعرفك بلي انت قادر. اللهم اجعل له قبره هذا روضه من رياض الجنه، اللهم امين، واجعل له ما بعد هذه الساعه يسر عليه ما قبلها حتى يلقاك يا رب العالمين. الوليدات ديالو يا ربي تكون لهم بالهدايه والتوفيق والبركه وتؤلف بينهم. وانا كنوصيكم الاولاد، كنوصيكم بخوتكم بعضياتكم وامواتكم، تكونوا مزيانين مع بعضياتكم، والا راكم انتم ماشي ولادنا ماشي خوتنا، ولا احتاجيتونا اللي احتاجيتو فينا احنا موجودين، ولكن ما ديروش مع بعضياتكم العيب ولا العار ابدا. الا كتب الله تبقاو بحال اللي كنتي وقت باكم، حتى حاجه ما تخصكم، ربي غادي يزيدكم من خيره وفضله واحسانه. الاسره ديالو اللي جات واللي ما جاتش واللي في الخارج، الله سبحانه وتعالى يرزقهم الصبر جميعا ويرزقهم الاجر ويكون لنا ولهم. الاخوان اللي حضروا الله يجزيهم بخير، نحضروا هذه الجنازه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل خطواتهم لله. الله امين. نسال الله سبحانه وتعالى الاخوان ان ينبهنا، لان راه واخا حنا مدينين وكنقولوا لبعضياتنا اخوان، كنا في الحركه الاسلاميه ولا باقيين فيها، ولا راه بنادم كيغفل كيعيا كيوهن كيخطا كيطمع. المياني للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا بد أن تكون قد أصابتنا شيء من قسوة القلوب، لا بد أن يكون قد أصابنا كذلك لا قدر الله شيء من ذلك.
فان الاوان ان نراجع. الى ما رجعناش الوقت اللي مات الاخ ديالنا ما بقاش نرجع. رحمه الله عليك السي العياش. ماشي رحمه الله عليك برحمته الواسعه. كلنا يا ربي في انفسنا، كلنا يا ربي في اسرنا وفيما رزقتنا، كلنا يا ربي في اموالنا، كلنا في الصغيره والكبيره، كلنا في الدين القويم حتى نلقاك وانت عنا راضي. بلدنا نسال الله ان يحفظه، ملكنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون له، عموم المسلمين نسال الله ان يرد بهم جميعا الى صراط مستقيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. اخوان العزاء الله يجعل البركه راه عزيتي وعطيتكم هاد الظروف ديال هاد الابتلاء. تباعد الله يجزيكم بخير وكل واحد يمشي البيت ديالو. السلام عليكم ورحمه الله.